عائشة تخرج من رحم الركام نايف. صحيح. لا أدري كنت تسمعني انقطع الاتصال يعني، لكن عائشة الآن نايف الحمد لله. عائشة خرجت بعد 3 ساعات من محاولات الإنقاذ، خرجت وهي بصحة. نعم. ربما إن شاء الله في هذه نايف كما تشاهد الآن اللحظات بعد 6 أيام من عاشتها. نعم. تحت الإنقاذ يعني، وتم إخراج حتى أخواتها بالإسعاف، تحمل بالإسعاف الآن لحظات فرح. يتم إجلاء سريعا بسيارات الإسعاف، في سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم. ثلاثة بنات طلعوا والثالثة عايشة كمان. يلا إن شاء الله الله يعطيك العافية جميعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لا أدري ماذا أقول في هذه اللحظات، يعني واضح يعني مشاعر الفرحة والصدمة والذهول يكاد لا يصدق. ما يطلبون منا الصمت، لحظة صمت ونحن معك حسنا الطريقة سنحترم المعتادة. ذلك نعم نعم. ما في سمعت بس صوتك، قلت له اعطيني صوتك وين انت؟ قالت لي انا هون بس. جد الله عم بشوفكم على التلفزيون، الله يجزيكم الخير، وبطلب من كل اللي عم يشوفونا يدعي لها تقروا لها سورة ياسين وسورة آية الكرسي علي، الله يخرجها بخير وسلامة. الآن نستنى إعادة الحياة للحظة الأخيرة للحفيدة الأخيرة بعدما توفيت ابنتي وصهري وحفيدتي الصغرى. الحمد لله الاثنتين بحالة جيدة. بعد ولادة عسيرة وولادة قيصرية أتوجه بالشكر والحمد لله رب العالمين من الدرجة الأولى، وكما أتوجه بالشكر لقناة العربية التي قامت بالبث المباشر ونحن على أعصابنا وقريبة أعصابنا من الانهيار، كما أتوجه بالشكر إلى كل من قام بمساعدتنا بهذه المحنة